السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان Complement System. Complement System هي المحاضرة الثامنة بسلسلة محاضرات النظري مادة المناعة والمصول الصف الثاني تقنيات المختبرات الطبية. ما هو Complement System؟ احنا حكينا به بالفترة الفاتت. هو عبارة عن نظام موجود بالسيرم، وظيفته دفاعية. عادة وجوده بالسيرم يكون بطريقة الانأكتيف أو بالوضعية الانأكتيف، اللي هو الخامل يتفعل عند وجود سبب لتفعيله، وبالعادة السبب هو أشياء ممرضة تدخل الجسم. وملخصا، هو الـ complement system is one of the major effector mechanism of humoral and innate immunity. يشتغل بالاثنين، بالإنات النات اميونيتي والنوع الهيومرال اللي هو خلط، لان هو مخلوط ويا السيرم. Complement is now known to contribute to host defense in other ways as well. This system consists of different plasma protein, about 20 proteins produced by liver. عادة هو بروتينات، مكون بروتينات. هاي البروتينات هي تنتج من الكبد، على حال يصير اكتيف بروتين ايضا ينتج من الكبد. كومبلمنت هو الكبد، يكون خلايا الكبد مصدر للكومبلمنت. This protein are normally functionally inactive مثل ما قلنا، وعادة يكون بالسيرام inactive يعني غير فعال. يكون فعال activated but become activated by microbes and promote destruction of microbes and inflammation. عادة يصير فعال بعد ما يدخل لنا للجسم فشيء ممرض، مايكروبس، قد يكون فيروس، بكتيريا، فانجاي، اي شيء يدخل الجسم راح يتفعل حاله حال بقيه اجزاء المناعه. مثل ما نعرف احنا انه هو this system is heat labile and become inactivated. تذكرون inactive serum والinactivated process اللي هي heating at 56 centigrade for 30 minutes. هاي اللي احنا اخذناها بالعملي وكلها نعرفها، واخذنا بيها اكثر من كوز، انه هذا النظام يكون حساس للحراره، يتحطم او يصير inactive بدرجه حراره 56 اذا بقينا لمده نص ساعه. So that complement must be used either frozen or from a fresh serum. يعني عاده اذا ناخذ اول ما نسحبه من المريض لازم نشتغله او نخليه بالفريز حتى ما توصل درجة الحرارة، لين عندنا بالعراق توصل ممكن 50 درجة مئوية بالحر، فممكن يتلف السيرم أو يروح من عند الكومبلمنت. Complement component designed are designed as C1 to C9. احنا نعرف فيه هو 9 أجزاء مكون من أكثر من 20 بروتين. 9 أجزاء، هاي الأجزاء مسمات على أشكال أرقام. السي مثل الكومبلمنت والأرقام هي نوع الكومبلمنت، فهو مكون من C1 إلى C9. C1 إلى C9. C1 بثلاث أجزاء. C1 بثلاث أجزاء. سموهن C1Q، C1R، C1S. هسه راح نعرف شنو هاي الأجزاء، شنو وظيفتها. فأهم الـ properties of complement، إحنا ماخذين هواي عليه properties بالعملي، بس هي هنا نفت شيء مختصر بالنظري، اللي هو inactivated by heating مثل ما نعرف. 56 centigrade for 30 minutes. وعندنا بعد activated by microbes، يعني ما يتفعل هيك وحده، لازم يدخل microbes حتى يفعله وينشطه بالجسم. شو يسوون المايكروبس؟ This cause destruction or lyses the target cell. يحطم الخليه البكتيريه او الميكروب الداخل، هو يسوي لها lyses or destruction. In complement activation three important steps appeared. احنا من نقول لك سؤال، ما هي properties of complement؟ اذن properties، بس ما هي خطوات تنشيط complement؟ important step for complement activation. الخطوات المهمة اللي يحتاجها او حتى يتفعل بيها هي اول شيء recognition، تشخيص المادة الممرضة. enzyme activation يعني تنشيط انزيمي، وبالاخير سيل ممبرين تشينج اللي هو تسوي فتحه بالخليه وتؤدي الى قتلها. فثلاث خطوات مهمه في عمليه تفعيل الكومبلمنت، اللي هي ريكوجنيشن والانزيم اكتيفيشن والسيل ممبرين تشينج.
طبعا الكومبلمنت احنا قلنا هو بالطور الخامل، بس شلون يتفاعل؟ يتفاعل بثلاث طرق. الطريقة الأولى يسموها الطريقة التقليدية classical pathway، الطريقة الأخرى يسموها البديلة هي alternative pathway، والطريقة الثالثة يسموها lectin pathway، وهسا نيجي نشرحهن وحدة وحدة بالتفصيل. أول طريقة الكلاسيكال أو التقليدية complement can be activated by one of the three pathways اللي هي الأولى classical pathway. classical pathway نقدر نسميها classical pathway ونقدر نسميها antibody dependent pathway، يعني تعتمد اعتماد كلي على الانتيبودي يلا يتفعل هذا الكومبلمنت بهاي الطريقة، which is initiated or begin تبدي by antigen antibody complex، يعني الانتيجين والانتيبودي يتفاعلون حتى يسوون اميون كومبلكس يلا يتفاعل بها الكومبلمنت، فلذلك نسميه هو يعتمد على الانتيبودي. يجي الانتيجين قد تكون بكتيريا، هذا نشوفها بالرسم. اجي الانتيجين وارتبط به الانتيبودي، من ارتبط الانتيجين ويا الانتيبودي سوى تفعيل للمتمم بطريقة الكلاسيكال باثوي، ارتبط به. اول واحد بالمتمم راح من يجي سي 1، هذا السي 1 من يشوف الانتيبودي هيجي راح ينشطر الى سي 1 ار، سي 1 كيو، سي 1 ار، سي 1 اس. فشي يسوي؟ يفعل السي 2 يشطر الى سي 2 اي، سي 2 بي، C4A C4B، يصير C2A C4B، يندمجن سوا يسوون مركب خاص نسميه C3 كونفرتيز، المركب المحول لل C3 يعني اللي راح يشطر ال C3. فش راح يصير بيها C3؟ تنشطر ايضا الى A و B وتتحول الى C3A، يروح على هو يصير عامل مساعد بالالتهابات، والسي 3 بي راح يرتبط بالسي 4 سي 2 اي 4 بي، يسوي سي 2 اي 4 بي سي 3 بي اللي هو نسميه سي 5 كونفرتيز، الماده المكونه للسي 5، ايضا تشتر السي 5 الى اي و بي، وبعدين تحفز تكوين ال 6 وال 7 وال 8، سي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 9، وبعدين تسوي حفره داخل الخليه البكتيريه وتحطمها. هاي هي طريقة العمل مالته بشكل مبسط. Which is initiated by antigen antibody complex classical pathway so called because it is discovered first. يعني نحن ليش سميناها classical pathway؟ لأن هي أول طريقة من الطرق اكتشفوها العلماء إنه هو يتفاعل بطريقة سموها classical الأولية والبدائية اللي اكتشفت أول شيء. This pathway هاي جدا مهمة، فراغات نجيبها. include 9 major complement component. هاي الطريقة classical pathway كل انواع الكومبلمنت راح تشتغل بيها من السي 1 للسي 9، عكس الالترناتيف والبلكتين ما تشتغل بيهم كلهم، قسم بيهم سي 1 ماكو، قسم بيهم سي 2 ماكو. الكلاسيكال كلهم من سي 1 للسي 9 يشتغلون. هاي اولا. الشغلة الثانية هي antibody dependent، تعتمد على الانتيبودي، اذا ماكو انتيبودي ما راح يتفعل. السؤال اللي يطرح نفسه هنا، يا نوع من الانتيبادي بالضبط؟ احنا تذكرون ديش المحاضرة اخذنا 5 انواع من الانتيبادي، يا نوع اللي عنده القابلية يفعل الكومبلمنت؟ هذا سؤال لكم اللي يسمع المحاضرة، هذا السؤال راح اجيبه بالامتحان النظري ان شاء الله اسبوع الاخر. فمن الـ properties of a classical pathway إن هو antigen antibody complex، أي هو antibody dependent، اعتماد كلي على الـ antibody. include مثل ما قلنا all 9 major complement component. the products هنا أنا مو كم تفصل، كل C2 تفصل، C2A تستخدم، C2B تروح وين تروح؟ cell lysis. the products 3A، هذا C3A و C3B C3-5، اذن من بالاخير يسوون مركب خاص يسموه الماك. هذا الماك شو يسوي؟ يحطم الخليه، يسوي سيل لايسيس. بعض المركبات اللي ما تشترك هنا أنا مثلا C3A C4 C3B، C3A تروح هنا تسوي شلون تحفز الاستجابه الالتهابيه، بينما C3B يكمل المركب الى ان يسوي الماك ويحطمها. واضح؟
فأهم ميجر انه هو انتي بودي ديبندنت او ميجر بروبرتيز. اول 9 ميجر كومبلمنت راح يتكون به. والبرودكت هذا اللي هو يسوي السيلايزز اللي هذا كله من السي 3 اي سي 3 بي سي 5 في 6 7 8 هذا كله يصير مركب واحد نسميه ماك. هسه ناخذه بالمحاضره. هذا الماك يقعد بنص الخليه ويفجرها على جدار الخليه. فهاي طريقه العمل مالته على شكل كلام يعني حاكيها. Initiation of pathway occur when C1 اللي هو قلنا مكون من C1QRS من نشوف الخلية مرتبط بها انتجين IgG و IgM to the FC region of هنا أنا محلول السؤال IgM و IgG or IgG3 antibody molecules that have interact with antigen اللي تتفاعل مع الانتجين مثل ما شفنا هاي الانتجين وهذا الانتيبودي اللي تفاعل وياها. مكونات هذه اثنيناتهم immune complex or to certain pathogen surface in absence of antibody the product give from this pathway C3b C3a C5b C5a C5b C7 8 9 كل مركبات ال complement which cause Na2H2O and flanks and finally cell lysis. يعني هذول شو يسوون؟ مو يجون على هذا جدار الخليه، جدار الخليه هو كله كامل مثل الحائط مبني طابوقات، هم شو يسوون؟ يجون يقعدون يسوون فتحه دائريه هنا تدخل، شوفوا هذا مثل السهم طالع. فشكو محتويات داخل الخليه راح تطلع لي برا، قد تكون الصوديوم، قد تكون المي، ليش او الكالسيوم يقوم يدخل هوايه، هاي شو يصير بيها؟ اختلال بالضغط الاوزمازي وبالتالي تنفجر الخليه البكتيريه او الجرثومه الداخله عن طريق هذه العمليه. Cellulysis. The result is the formation of activated C1QRS which is an enzyme that cleaves C4 into two fragments C4A and C4B والC2 ايضا تقسمها الى A وB والC3 تقسمها الى A وB والC5 A وB ترتبط بما بيناتها وتكون المركب الكبير اللي هو الماك. طبعا طريقة بسيطة وكلش سهلة وحلوة. انا المفروض اشرح لكم اياها حضوريا بس مشكلة الالكتروني يعني ما اعرف اذا صار لنا مجال اقدر اشرح لكم حلقة بس المخططات مال الكلاسيكال باثوي والالترناتيف باثوي. بس انا منزل لكم هذا الرابط اللي تشوفوه قدامكم هو رابط يوتيوب اذا تدخلون عليه راح تشوفون الرسم التوضيحي السهل البسيط للكلاسيكال باثوي راح كلكم تفتهموه. وان شاء الله اتمنى انه القى لي يعني فد وقت من المحاضره اشرح لكم اياه لان بي بعض المركبات بعض المكونات بالتفعيل لازم تحفظوها اللي هي سي 3 كونفرتيز شنو هو سي 5 كونفرتيز فنشرحها ان شاء الله بمحاضره حضوريه واتمنى تشوفون هذا الرابط اللي يخص كلاسيكال باثوي. Biological activity of classical pathway products. طبعا احنا ايش قلنا C3 تنشطر C3A تروح بالسيرام وC3B تبقى. فC3A شنو وظائفه؟ اللي هي انافيلوتوكسين انافيلوتوكسين اللي هي شو تسوي؟ Can activate basophils and mast cells to degrade it, resulting in increased vascular permeability and contraction of smooth muscle cells which may be lead to anaphylaxis اللي هي تكون مسؤولة عادة عن الاستجابة المناعية الخاصة بالحساسية اللي هي المسؤولة عن البيزوفيلز والماس سيلز اللي تسوي الانافيلاكسيز اللي هي التفاعلات الخاصة او التهيج التحسس اللي يصير بيها. C3B هو يعتبر اوبسونين اللي هو المرغب يخلي الخلايا الفاجوسايت تجي ترغب في هضم هذا المركب الموجود اللي هو بروموت فاجوسايتوسيس باي بيندينج كومبلمنت ريسبتورز. والشغله اللي خسوها هي اكتيفيشن فاجوسيتك سيلز يعني ما تشتغل اوبسونين او تشتغل اكتيفيتد اوف فاجوسايت سيل. شوفوا طلاب انتيجين انتي بودي اجاه الكومبلمنت يا كومبلمنت سي 1 اللي هو كيو ار اس شوفوهن اجى ارتبط عليها شو تفعل؟ C2 وC4 انشطروا صاروا C2 واحد راحت A والB ارتبطت ويا C4A سووا مركب هذا شوفوه بالضبط هاي اللي تصير مثل
شلون اوصفكم اياها؟ دائري، شوفوا دائره اسطوانيه، ان شاء الله اسطوانيه. هاي الاسطوانيه راح تقعد بنص جدار الخليه، وتقوم تدخل مي وتطلع المواد داخل الخليه، تخلي الضغط الاوزموزي يختلف. شوفوا هالخليه تنفجر بعدين، تقوم تطلع مواد من عندها وتدخل لها مواد، تنفخ وتنفجر، وبالتالي يتخلص الجسم من الخليه. هذا فعل كومبليمنت. طبعا الالترناتيف باثوي او النظام البديل هو طبعا نظام اخر باختلافات عن الكلاسيكال باثوي، وطبعا انا اخلي لكم الرابط ايضا للالترناتيف باثوي بشكل مخططي كلش بسيط يسويه باليوتيوب. وايضا اذا نحضر محاضره نقدر نشرح لكم اياه ايضا بالتفصيل. فذيس باثوي does not require C1 و C2 C4. هاي اول فرق بينه وبين الكلاسيكال باثوي. الفرق الثاني هذاك ديسكفر فيرست، قبل اكتشفوا هذا الاولي ذاك اكتشفوه. الشغلة الثانية قلنا هذاك يحتوي C1 و C2 و C4 إلى C9 كلهن يحتويهن، هذا ما يحتوي C1 و C2 و C4. هذاك activated by antibody، هذا activated by bacterial cell wall. اوكي شوف الفرق، هذاك يتفاعل بواسطة الانتيبادي سمينا انتيبادي ديبندنت، هذا activated by bacterial cell wall antibody independent يعني مو معتمد على الانتيبادي اللي هو lipopolysaccharide fungi or some viruses. بعض الباراسايتس اللي هي تريبونوسيوما اللي تسوي sleeping sickness تاخذون ان شاء الله بطفيليه، and some other protein اللي هي البروتيز، ذول كلهم يفعلون ال complement عن طريق ال alternative pathway. This pathway involve four serum proteins. بالضبط ال C3 احنا موجود عندنا بالكلاسيكال، بس اكو فاكتور بي وفاكتور دي بروباردين ان مغنيسيوم كات ايون بني ما موجودات هناك بالكلاسيكال. هذا هم فرق لاخ، انه يحتوي البي فاكتور والدي فاكتور والبروباردين والام جي اللي هي المغنيسيوم كات ايونز. All present in normal serum اللي هم موجودين بالنورمال serum بس ما يحتاجهم الكلاسيكال، يحتاجهم فقط الالترناتيف. والشغلة المهمة اللي هي no need for antibody activation، قلنا هذا الرابط. هنا أنا بهالحالة ايش راح يصير؟ من تدخل البكتيريا lipopolysaccharide الفنجاي ال C3B راح يتفعل، انه هو C3B السائل يتحول الى C3B ويروح ال C3A الى غير مكان، يعني يروح عنده غير وظائف. فC3B راح يجي منهم فاكتور B وفاكتور D يتفعلون، فشي يصير C3B BB اللي هي جاية من الفاكتور B اللي انشطر الى B كابيتال B سمول، فC3B BB هذا تشوفوه مال فاكتور. هذا C3B BB اللي هو نسميه C5 كونفرتيز اللي هو راح يشطر خلية او مكون ال C5 اللي هو هذا C5 انشطر ال A راح، وال C5V بقى اللي راح يرتبط ب C6 C7 C8 ويكون لنا الماك اللي هو يسوي حفرة داخل الخلية ويفجرها مثل ما حكينا بال الكلاسيكال باثوي. ضمن هاي الفروقات اكو فروقات اخرى اللي هي C3 كونفرتيز بهذا بالالترناتيف يختلف عن C3 كونفرتيز بالكلاسيكال باثوي. C5 كونفرتيز بالالترناتيف يختلف عن C5 كونفرتيز بالكلاسيكال باثوي، ماشي؟ وان شاء الله اكتب لكم اياها كتابة C3 كونفرتيز من متكون، C5 كونفرتيز من متكون بكل واحد من هاي الانظمة. الباثوي الاخير اللي هو الليكتين. الليكتين ار بروتينز ار بين تو ماينوز مانوز ريسيديوس اللي هي جلايكوبروتين اور كربوهيدرات اون ذا سيرفيس اوف باثوجين، عادة يرتبط على المانوز ريسيديوس اللي هي مركبات بروتينية او جلايكوبروتينية توجد على خلايا الباثوجين اللي دخل الجسم. This the mechanism of it is very similar to classical pathway، تشابه بشكل كبير للكلاسيكال باثوي. But like alternative pathway does not depend on antibody. هي تشبه classical pathway لكنها لا تعتمد على الانتيجين antibody complex. It initiated by binding of mannose binding lectin اللي هو ال MPL نسميه mannose binding lectin to bacterial surface with mannose containing polysaccharide اللي هو المناز نسميه.
قلنا احنا البكتيريا اللي تدخل بها مانوز ريسيديوس اللي هو المانوز بندنج ليكتين راح يكون على سطح الخلية ترتبط عليه الكومبلمنت ويفعل نفسه. Binding of MPL2 pathogen result in the association of two serine protease اللي هو نسميه الماسب 1 والماسب 2. ماسب 1 and ماسب 2 are similar to C1Q C1R. اهم شغلة بالليكتين باثوي انه هو يتفعل مو بالانتيبادي بواسطة وجود المانوس ريسيديوس. هاي اول شغلة. المانوس بندنج ليكتين اكو مركب يرتبط بالمانوس على سطح الخلية البكتيرية. هاي الشغلة الثانية. اكو نوعين من البروتيازز اللي هي انزيمز اللي تحلل البروتينات نسميها الماسب 1 اند ماسب 2 سيرين بروتيازز. ذول الماسب 1 والماسب 2 ذولي اثنيناتهم يشتغلون شغل السي 1 ار والسي 1 اس اللي موجودين بالكلاسيكال باث واي. فمن اقول لك الماسب 1 شنو فائدته؟ تقول لي فعل اللكتين باث واي. ماسب 2 شنو فائدته؟ فعل لي اللكتين باث واي، اكتيفيت لكتين باث واي. ماشي؟ Therefore called mannose-binding lectin pathway does not need antigen antibody reaction مثل ما حكينا. The biological activity and the regulatory protein of lectin pathway are the same in the classical pathway. بالضبط يشبه بس الفرق انه هذا ما يحتاج antibody. والشغله الثانيه الماسب 1 والماسب 2 هي بديله للسي 1 كيو سي 1 اس. وبقية الاكتيفيتد بروتينز هي مشابهة للكلاسيكال باث واي. فمختصر مخطط مختصر للكلاسيكال باث واي اللي هو C1Q C1R C1S. كلاسيكال باث واي راح يشطرون ال C2 وال C4. C2 ياخذوا منها C2A وال C4 ياخذوا منها C4B، يصير C2A 4B اللي هو C3 كونفرتيز اللي راح يشطر ال C3 الى A و B. الاي يروح والبي يرتبط ويا ذني سوينا C5 كونفرتيز، C5 ينشطر اي وبي، البي يرتبط ويا 6 وال7 وال8 والاي يروح يكون الماك ويسوي السيل لايسيس. الالترناتيف قلنا موجود الفاكتور دي والفاكتور بي والبروبرتين راح يرتبطون بيا C3B ويفعلون C3. هاي C3 المائيه تتحول الى C3 العاديه اللي هي تكون C5 تشطرها وايضا نفس الطريقه تكمل واللايزز. واللكتين اللي هو ماسب 1 و2 اللي هي بديله للسي 1 كيو ار اس قلنا اللي هي ايضا نفس الطريقه راح تمشي سي 4 2 سي 2 اي وتكمل الى سيل لايزز. الماك او ممبرين اتاك كومبلكس مصطلح جدا مهم. شنو هو الماك؟ اول شيء خل ناخذ فكره انه سي 3 كونسيدر از ا كيستون وين بالثلاث انواع. الكيستون انه هو من انفعل الكلاسيكال والالترناتيف واللكتين باث واي، السي 3 يعتبر الكيستون او المركز الثقل اللي يشتغلون به كلهم ثلاثتهم. هسه نجي على الماك. The terminal sequence of complement activation involves C5V. مو قلنا من يتفعلون كلهم يصير الى C3 convertase او C5 convertase. C5 convertase راح تشطر C5 الى C5A و C5B. C5V هي راح ترتبط ويا C6 C7 C8 C9. هذا المركب كله ينسموه ماك. Which interact sequentially to form a molecular structure called membrane attack complex اللي نسميه ماك. اني اكتبه ماك، انتو تكتبوه ممبرين اتاك كومبلكس. معكم مختصر. من اقول لك شنو هو ممبرين اتاك كومبلكس تقول لي هو مركب مكون من C5B 6789. This leading to ions and small electrolyte diffuse freely across cell membrane. The microbes killed by influx of water then lysis of that cells. بالضبط. هذا احنا فعلنا 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 ال C3 هاي الطريقة اللي هسه حكيناها. من يوصل ال C3 C5 C7 C6 C9 شوفوا بالضبط صار على شكل فتحة دخل داخل جدار الخلية. شوفوا من هنا شو راح يصير؟ قوم يدخل المي من خارج الخلية إلى داخل الخلية البكتيرية يدخل لها وبالتالي يعني يتخربط الضغط الأوزموزي داخل الخلية وبالتالي تنفجر فعل هذا الماك.
هذا شوف المركب كله نسميه الماك. Complex component is from C5B6789 and it's lead to cell lysis by form a hole like spaces that you make the water influx into the cells and disturb the osmotic pressure and lead to cell destruction or lysis. وظيفة ال C complex اللي هي complex اللي نسميناه membrane attack complex اللي هو الماك يتفاعل من C5V يرتبط بال C6 و C7 و C8 و C9 اللي تسوي مثل الحفرة داخل الجدار وتؤدي إلى اختلال الضغط الأوزموزي وانفجار الخلية. ما هي وظائف الكومبلمنت؟ حكيناها اصلا بالعملية بس هنا ايضا مراجعة لها نعتبرها. اول شيء هي الابسوننت اللي هي المرغبة مثل C3B C4B اللي هي ترغب الفاجوستيتك سيلز حتى تبلع الانتيجين الموجود، وعادة تكون عندها ريسبتر على الباثوجين الموجود توقف عليه وتقول لهم اكو فتشي نانا تعالوا ابتلعوا، فتجي الخلايا المتهمة تبلع. سايتوتوكسيك فانكشن اللي هي هسه حكيناها مال ماك، انه هاي اكتيفيشن فورميشن ماك which cause the whole in cell membrane lead to cell death اللي هي عن طريق الماك فتسوي حفر او يعني فجوات داخل جدار الخلية وتؤدي الى انفجار الخلية. viral neutralization ايضا من وظائفها take place formation large viral aggregates which reduce the net of number of infectious viral particles اللي هي ترتصل ما تسوي neutralization تقلل عدد الفيروسات داخل السيرام في حالة انفجار الخلية وطلعت الفيروسات، فهي neutralization من أهم وظائف الكومبلمنت. أيضا immune complex clearance اللي هي تخليص الجسم من الاميون كومبلكس اللي متكون من الانتيجين والانتيبودي، مو يتفاعلون يسوون اميون كومبلكس. هاي اميون كومبلكس اذا ما وخر هالكومبلمنت اذا ما شالها من السيرم اذا تجمعت هواي راح يسوون سدادات كلش كبيره خاصه بالاوعيه الدمويه بالسيركوليشن بالاعضاء داخل الاعضاء فتسوي مثل الخثره. لذلك الكومبلمنت من اهم وظائفه انه هو الاميون كومبلكس كليرنس. Complement remove immune complex from circulation and deposit them in the liver, spleen and then phagocytosed. اللي هو يشيلهم من ال circulation حتى يمنع تكون الخثرة، لأن من يصير هو immune complex ممكن يسد الوريد على شكل خثرة وبالأخير تسبب جلطة للمريض. لذلك ال immune complex تزال عن طريق complement وتروح إلى الليفر والسبلين اللي هناك توجد phagocytosis خاصة خلايا خاصة اللي هي الماكروفيج تبتلع هاي الاميون كومبلكس وتخلص منها. وظيفة مهمة له خلي هي الانفلاماتوري ريسبونس او انفكشن اللي هي عادة قلنا C3 او C5 من تنشطر C5A او C3A تروح عندها مهام وظيفية بالالتهابات والC5V او C3B اللي هي تكمل حتى تسوي الماك. فذولي هم يعتبرون انافيلاتوكسين اللي هي تحفز تكوين تحفز تنشيط البيزوفيل والماس سيلز ديجرانوليشن اللي هي تخليها تفرز المواد اللي داخل الحبيبات مالتها، مما يؤدي الى كونتراكتد ماسل اللي هي العضلات تصير تتقلص. كيموتاكسيس اوف نيتروفيل تجي النيتروفيل على مكان الاصابه والبيزوفيل ماكروفيج الرحم تجي. بالاخير اندكشن اوف ادهيجن مولكيولز اون فاسكولار اندوثيليال سيلز اللي هي هاي علامات الالتهاب بعدين راح تبدي بيها. فهي من اهم وظائفها انه هي تحفز الاستجابه المناعيه والاستجابه الالتهابيه. بعض الامراض او النقصان الاميون الكومبلمنت يعني احنا عندنا المهم عندنا بعض المكونات الكومبلمنت اذا نقصت ممكن تسبب لنا يعني مشكله او مرض معين. فقد يكون بالكلاسيكال باثوي C1 و C2 و C4 نقصهم عاده متعلق بالمرض يسموه الاس ال اي اللي هو سيستميك لوبس اريثروماتوسيس،
والميكانيزم اوبسونيزيشن اوف اميون كومبلكس انكريز بريسبتيشن ان تيشو اند انفلاميشن. بالاخير احنا مو قلنا ذول السي 1 اذا ما تفعلوا او عندهم قله بيه فما راح يتفعل الكومبلمنت، فش راح يتجمع؟ راح يتجمع الاميون كومبلكس اللي قلنا هو مو عنده اميون كومبلكس كليرنس وظيفه، فهالاميون كومبلكس راح تتجمع بالانسجه وتسبب لنا مشاكل خاصه المرضى الاس ال اي، هذول راح تتجمع تسد الشرايين، تسد الاوعيه الصغيره الموجوده بالاعضاء، قد تكون الكلى، الكبد، الاي، فتسبب لنا مشاكل جدا كبيره. لذلك القله مالتهم ويا مرضى الاس ال اي تسبب لنا مشاكل. وكذلك البقيه اللكتين اللي هو الام بي ال الالترناتيف باث واي، اي واحد قله من عندهم راح يسبب لنا مشاكل بالجسم. شكرا لحسن الاصغاء. ان شاء الله ان شاء الله نشوف لنا وقت قليل حتى لو 10 دقائق ربع ساعه من محاضره اشرح لكم الكلاسيكال والالترناتيف بشكل مخطط بسيط تحفظونه، لان جدا مهم ونجيبه دائما بالامتحانات. ارسم لي مخطط الكلاسيكال باث واي وارسم لي مخطط اللكتين باث واي، او فراغات اللي هي ما هي المركب اللي نسميه C3 كونفرتيز، ما هو المركب اللي نسميه C5 كونفرتيز، بين جدا مهمات. شكرا جزيلا لحسن الاصغاء.